بالنسبة للامتحان جاني سهل، أسئلة في متناول. غير أنا بالنسبة لي واحد السؤال اللي ما خرجش عليه، ولكن عادي امتحان راه سهل. بالنسبة للحراسة راه كانت عادية، فحال اللي كتعمل امتحان عادي. اللي مراجع راه عايجاوب، اللي ما مراجعش راه هيطبر راسه باللي امتحان اجتماعيات دوزو سهل الحمد لله، كان في المتناول الحمد لله. الأسئلة جاوت اليوم كاملين. هي الحراسة كانت مشددة. امتحان تربية الاجتماعية دا سهل، داكشي متناول، كلشي يقدر يخرجو. كانت الحراسة مزيانة، يعني ما كانش شي تشديد، ما كانش الغش والنقيض. الامتحان الصراحة كان في سهل، يعني خرجنا دغيا وخرجنا خرنا، يعني ما كانش بواحد الصعوبة اللي وجدنا الليلة وهذاك، يعني المهم داكشي طاح سهل وفي متناول. كنفضل في المدرسة حقاش عن بعد والو. بعض السيدة الصراحة كيعدلوا معنا الواجب، بعض منهم والو. بالنسبة للاجتماعيات السيدة ديالنا كانت عاملة معنا الواجب، وراجعت مزيان ليلة الصراحة، ولكن بعض المواد والو. يعني الدراسة الحضورية يمكن لك تفهم أكثر من التعليم عن بعد، يعني يقدر ما يكونش عندك وسائل، يعني من الأحسن تكون دراسة حضورية. المدرسة أحسن، المدرسة كتفهم كدا، هي في المدرسة بعض المرات ما كنفهموش، عادك عن بعد ما تقدرش تفهم. نتمنى ونجح ونتمنى التوفيق للجميع. لا حضوري أحسن، حضوري عن بعد صعيبة وما كاينش واحد مواكبة ديال الأستاذ معاك وبزاف ديال الحاجات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.